بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين. يحياكم يبياكم يطبتم طاب ممشاكم في هذه الحلقة الجميلة والخاصة والمميزة من برنامج تراحيب. لا زالت قبيلة السادة السبعويين ترفدنا بأفلاذ أكبادها من هذا البلد الحبيب العراق، وكان ذلك اللقاء الجميل والشيق قبل فترة ليست بالطويلة في مضايف أهل السبعويين في محافظة كركوك في مضيف الشيخ خضر العباوي السبعاوي. التواصل والمراسلات وأنه نفرح بالمواجهة وانتهنا، وأنه نسمع من الناس كلمة المرحبا والهلا والقعدة الحلوة. اليوم هذه الأخبار اللي وصلتنا والمعلومات اللي قد أسمعها لأول مرة حقيقة، لكنها لا تخفى على القاصي والداني بأن سلسلة كبيرة من قرى أهلنا السبعاويين والذين يسكنون ما بين الزابين، وقد يعني أخذوا لهم مستقرا ومقرا آمنا إن شاء الله تعالى من الزاب الأعلى إلى الزاب الأسفل في تواصل وصلة رحم وقعدات وجلسات وشلونك وشلون أخبارك. هذا اللقاء الجميل الذي كان في محافظة كركوك ألقى بنا اليوم عند أهلنا السبعاويين في محافظة نينوى، في محافظة نينوى، وحفظ الله نينوى وأهل نينوى بكل أطيافها وأصنافها. اليوم مع قرى أهلنا السبعاويين الممتدة على امتداد هذه المناطق اللي راح نتعرف عليها. حتى أنا يأخذنا الوقت باختصار، اليوم برنامج تراحيب في ضيافة أهلنا السبعاويين بيت الشيخ فارس العبدالله الفارس السبعاوي، تجتمع مشايخ السبعاويين في العراق، بيت الفارس وبيت العباوي وبيت أحمد النايف في مضيف الشيخ مقداد الفارس. قبل لا يعني أذكر المكان، أن ترحم على ذلك الوالد، على ذلك الفارس حقيقة أبو مقداد. العرب تقول الخلف ما مات، والعرب تقول إذا راح منا سيد جاء آخر قؤول بما قال الكرام فعولوا. أجمل ترحيب يليق بكل هذه الوجوه الطيبة، وأقول لكم يا هلي وناسي وعمامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا اليوم تراحيب مسرورين حقيقة بهذا اللقاء في محافظة نينوى في ناحية القيارة وقرى السبعاويين مثل ما قلنا الممتدة ما بين الزابين، وقد تمتد إلى أكثر وأكثر. ولكن حتى نأخذ الحديث من أهل الحديث ونأخذ الكلام من أهل الكلام، هذا اللقاء الجميل المبارك في بيت الشيخ مقداد الفارس، غاية السرور والمحبة أن نلتقي مع هذه الوجوه الطيبة وشيخ مقداد. واليوم معانا أيضا أهلنا السبعاويين من كركوك شيخ خضر العباوي، حياها الله وحيا الله أهلنا الحميد النايف وبهاني والمحبين وكل الشعراء اللي راح نتعرف عليهم تباعا. لكن مثل ما قال المخرج اختصر حتى لا يضيع الكلام، لأن اليوم الكلام ذو شجون. شيخ مقداد مساك الله بالخير، اليوم تراحيب بضيافتكم ومسرورين بلقائك حقيقة، قائد حشد السبعاويين في قطع القيارة. الكلمة لك شيخنا العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بقناة سامراء الفضائية، ونرحب بالأستاذ والأخ العزيز فهم الزرزور والكادر جميعا، كما نرحب بضيوف الكرام، ضيفنا وأخونا الشيخ خضر فرحان العباوي شيخ السبعاويين، وعندنا شيخ أبو هاني شيخ فيصل، وشاعرنا وأخونا ثامر، وشيخ شيخ جاسم. حيا الله كل ضيوف، كل الهلا بيكم، حياكم الله، حيا الله شعرانا، وكل الهلا بيكم، مضيفكم مضيف الشيخ فارس شيخ السبعاويين، وحياكم الله وكل الهلا بيكم. تسلم.
شيخ مقداد خالص العزاء والمواساة حقيقة لهن السبعويين كافة باستشهاد هذا العلم والراية والبيرق واللي أرعب الدواعش واللي كنا نتابع أخباره حقيقة وكان يعني ينام على الساتر يعني على السواتر حقيقة قضاها. لكن هكذا القرآن الكريم قال ويتخذ منكم شهداء. أحسب أن الشهادة شرف ووسام وهكذا أن الله عز وجل يعني يهبها إلا لمن يصطفيهم ويختارهم. يعني الآن أنت أخذت الراية وأخذتها عن يعني حمل ثجيل، الآن شلون طمني على الحشود أولا يعني حتى أن تطمن ما بعد داعش أن قرانا ظلت إن شاء الله أمينة وأنه يعني ما ينخاف عليها إن شاء الله. فرسالة اطمئنان للناس كل الناس بأنه اليوم اللي يجي على قرى السبعاويين إذا بالليل ولا بالنهار فيجي النهل ولهله حتى أنه يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقط. وإحنا من جينا على مدخل سيطرة الشهيد فارس ويسمونه سيطرة المدخل كان هذا الاستقبال الحلو والجميل وأنه يعني من عرفونا رحبوا بينا فإلهم منا ألف تحية وسلام اللي هم على السواتر واللي هم خلنا نقول العيون الساهرة لحماية هذه المناطق والقرى. فشيء من الرسالة اللي توجهها عن طريق حشدنا وربعنا وناسنا. والله هي كقرى السبعاويين والحشد في منطقة السبعاويين يعني الحمد لله منطقة آمنة الحمد لله. أولى المناطق تحررت في مدينة نينوى ما شاء الله. قاموا برسالة يعني أبناء السبعاويين اللي انضموا تحت راية الحشد حشد السبعاويين وهم كلهم يعني من قبيلة السبعاويين في قيادة والدي رحمه الله عليه رحمة الله. دخلنا هذه المناطق طبعا كان قائد القوة المقاتلة القعقاع فأولى القرى هذه اللي أخذناها ولأول مرة في تاريخ الجيش العراقي يعني يستطيع أن يأخذ 14 قرية في يوم واحد في يعني كانت يعني معارك الحمد لله شرسة واستطعنا يعني خلنا نقول داعش شوفناهم المر. كنتوا مستميتين على دخول هذا اكيد هذا الشيء احنا من بداية دخول داعش فرفض الوالد انه يخضع الاحكام داعش والسيطرة داعش على هاي القرى فخرجنا احنا الان والوالد و11 احنا الاخوة ما شاء الله. فاتخذنا مكان من جبال مخمور واجمعنا قوة وحررنا اربع قرى ما شاء الله. قبل ان تاخذ داعش الانبار كانت في اشرس قوتها يعني الله الله كان الشمس ضحى يا سلام والحمد لله تمكننا من اخراج العوائل والمنتسبين واجتمعوا ابناء السبعاويين يعني ويا الوالد فصرنا قوه الحمد لله وبدينا نهاجم داعش بكل مكان الحمد لله ونزلنا الحمد لله على قاطعنا وحررنا قرانا وهي امينه يعني اللي يدخل عليها بالليل وبالنهار فهي نفس الشيء العالم تنام مرتاحة ونطمن أهالينا يعني أنه ما داعش ما له وجود إن شاء الله ولا يصير له وجود بهذه المنطقة إن شاء الله تعالى. كما شاركوا أبناء السبعاويين في معارك بداية الحويجة بداية الزاب الأسفل والحمد لله كانت نتائج يعني مرضية الجميع القيادات كان الحشد يعني حشد السبعاويين من أول القوات اللي تقدمت بدون درع وتمكن من تحرير ثلاث قرى خلال يعني وقت بسيط ما شاء الله وشاركنا معارك الموصل الحمد لله ثلاث احياء والمستشفى يعني هم اخذناها خلال اقل من 15 يوم ما شاء الله وكان يعني برفقتنا رد السريع شافوا شيء انه ما يتوقعون انه هيك اكو مقاتلين من ابناء الحشود اللي كانت تقاتل حتى رفعوا طلبات بانه تنضم هذه القوة الى قوة الرد السريع لبسالتهم وشراستهم بالقتال بني سبعة والنعم منهم والله فهذا ها هم يعني خلنا نقول ابناء الحشد اللي قاتلوا داعش والحمد لله هسه مقابلين قاطعهم وانتقتهم والحمد لله كل العالم مرتاحة وشفتوهم انتو والنعم منكم ومنهم والله طريقهم والنعم منكم ومنهم نعم. شيخ مقداد حتى ايضا ارجع لك ان شاء الله في طيات الحديث لكن اليوم كاميرا التراحيب وبرنامج تراحيب ويمكن حتى خلف الكاميرا اليوم هذا المضيف العامر ما شاء الله مكتظ نعم ومزدحم بالناس والوجوه ما شاء الله ضاحكة مستبشرة تعلوها الابتسامة تعلوها يعني فعلا ترحاب فإحنا يعني حقيقة من أعماق القلب نشكرك وإحنا أيضا يعني برنامج تراحيب
هو برنامج عشائري لمد جسور التواصل فيما بين العشائر. شلون علاقة السبعويين يعني مع العشائر الأخرى واللقاءات الأخرى؟ شلون علاقتك مع العشائر الأخرى؟ الحمد لله أكو تواصل. الحمد لله أكو تواصل، وكل ما يصير شيء أنه مثلا عندنا بعد مناطق الحويجة يصير تحرك من داعش بذاك الاتجاه، فيتصلون بينا أخوتنا هناك، فتهرع قواتنا من هنا الحمد لله. ما شاء الله. تتوجه لأخوتهم من الهيب وجبور العشائر المحيطة بينا والجعيش، فتكون ساندة لهم. الحمد لله. فالحمد لله علاقتنا طيبة بيهم، وعلاقتنا طيبة بجميع العشائر الموجودة بمحافظة نينوى. يا سلام، الله يحفظكم إن شاء الله تعالى ويحميكم، وحتما راح أرجع لك في طيات الحديث. لكن أيضا معنا في هذه الأمسية وهذا اللقاء الجميل مع أهلنا السبعاويين الشيخ خضر العباوي. الشيخ خضر العباوي حقيقة من اللقاء اللي التقينا به في مضيفه العامر وتلك القعدة المباركة أصبح يعني لبرنامج تراحيب وللأماس الأخرى التي مع العشائر يعني يكون له فيها حصة ونصيب. نسابة وعارفة من عوارف حقيقة أهل العراق، يعني رائع جدا بأدائه بطرحها اليوم، لبى الدعوة مشكورا، تجشم عناء السفر وقطع المسافة من أجل أنه يقعد مع أهل وعمامه هنا في محافظة نينوى في ناحية القيارة. ونقول لك يا شيخ خضر مساك الله بالخير، وشكرا لحضورك معنا في برنامج تراحيب بين اهلك وعمامك وناسك. اي والله السبعويين، حي الله ابو فرقان، مرحبا ومربحا حضورك في وسط قبيله الساده السبعويين. اهلا وسهلا. نسمع منك انت كلمه عن تواصل السبعويين فيما بينهم، لانه كان اللقاء بكركوك اليوم بنينوى، فتبين بانه عندكم سلسله ما شاء الله يعني متواصله وعريقه، فحدثنا أنت بما تجود به قريحتك. حياك الله في ربوع قبيلة السادة السبعاويين، السادة الموسوية الحسينية العلوية الهاشمية، ما شاء الله، التي هي بنسبها علوية حسينية، وبحسبها ترتبط مع الجبور بعدة روابط من ارتباط الجغرافيا وارتباط التاريخ وغيرها. مرحبا بك في بيت الفارس الشيخ فارس، فارس قبيلة السادة السبعاويين، وأول شهيد من شيوخ العشائر روى أرض الوطن بدمه مقبلا غير مدبر، رحمه الله وأعلى منزله في أعالي الجنان، وجعل الله تعالى الخير والبركة في ذريته. نعم، قبيلة السادة السبعاويين تمتد من بغداد إلى الموصل، ولكن الامتداد الأكبر بين كركوك والموصل بين الزابين على ضفاف دجلة. قبيلة السادة السبعاويين حتى نختصر الوقت، السادة السبعاويين في العراق كانوا ضمن الجبور من 1700 إلى 1835. لما كانوا مع الجبور لم يكن لهم شيخ موحد، وإنما كانوا يقال عنهم موسى وعامر، أي أن الأخوة الخمسة افترقوا، عامر وأخيه أبو دلوة البودلوة، وموسى يتزعم أخوه حيدر، وأخوه جاسم اللي هم الجاسم الشاعر، ومن ضمنهم عمامنا التيينة. ولكن بعد النزوح من سوريا إلى العراق اتحدت هذه القبيلة على شيخ جامع لهذه القبيلة، ألا وهو الشيخ عيسى الحاج في عام 1835. ونحن الآن نجلس في مضيف عيسى الحاج، لأن الشيخ فارس والشيخ أحمد النايف والشيخ مطلق الصالح يعود نسبهم إلى الشيخ عيسى الحاج رحمه الله. الشيخ عيسى الحاج كان والده الحاج عبد الله اللي انتخى الخواله أجبور وباع نفسه، أو خوال جبور باعه في المدينة المنورة، واعترفوا بجميله أميل إلى الاختصار، وأهدوا له أفطيم الناصر العبد الحي الرملي، وخلفت الأمير عيسى الحاج أول أمير وشيخ جامع لقبيلة السادة السبعاويين في العراق، وكانوا يقولون عنه مطوس ومدرع أي فارس. وخلفه من بعده حفيده الشيخ والأمير مطلق الصالح، أيضا جمع الله له المشيخة والفروسية،
وبعد الشيخ مطلق الصالح انتقلت أو شاخ الشيخ ظاهر الحبيب من أهلنا المحمد العامر، والشيخ ظاهر الحبيب جد مطلق الصالح من عند الأم. وملاحظة كل مشايخ العراق تعود بالخؤول أو النسب إلى الشيخ عيسى الحاج اللي هو شيخ وأمير السبعاوين العمون في زمانه. الشيخ ظاهر الحبيب جد عيسى الحاج من عند الأم، والشيخ عباوي العلاوي جد عيسى الحاج من عند الأم، جد مطلق الصالح، فكل الأنساب تعود إلى أول شيخ اللي هو الشيخ عيسى الحاج. شيخ ظاهر الحبيب ظاهر باشا الأمير يا باغي ربيع المكارم لظاهر الحبيب صوب سهومها، ظاهر الحبيب ومن اللي توفى عام 1926 كان أميرا وشيخا وله ثقله وتعرفه كل الناس. ومن ثم ظهرت المشايخ المعروفة من نسل عيسى الحاج ألا وهو نايف العلي وفارس العلي. نايف العلي أبو أحمد النايف، وفارس العلي جد الشيخ فارس السبعاوي. وكان الشيخ نايف العلي أحد الموقعين على الاتفاقية أو البرقية اللي وقعوا عليها شيوخ الموصل عام 1922. كان رئيس عام العشيرة ظاهر الحبيب، وكان من رؤساء العشيرة أيضا نايف العلي وفارس العلي، وكان من المشايخ المشهورة وله بصمته في التاريخ. وكذلك من المشايخ المعروفين جدي الشيخ عباو العليوي اللي هو يسكن الحويجة وحضرتم في المضايف. فمشايخ السبع حقيقة بعد عيسى الحاج وبعد مطلق الصالح وبعد ظاهر الحبيب ظهرت ثلاث بيوتات لمشيخة القبيلة. يعني أيام عيسى الحاج ماكو شيخ بس عيسى الحاج، هذا واقع حال. أيام مطلق الصالح ماكو شيخ للقبيلة بس مطلق الصالح. أيام ظهر الحبيب ماكو شيخ للقبيلة بس ظهر الحبيب. ولكن بعد أكو مشايخ، ولكن هذا المشايخ متصلة ولكن ما لها مشيخة عموم على القبيلة مثل هؤلاء المشايخ. فظهر بيت الأحمد النايف وبيت محمد الصالح الظهر الحبيب وبيت العباوي، وظهرت بيوتات أخرى تقود عشائر ضمن القبيلة. ظهر بيت أسود الحسين اللي يقود عمامنا جاسم الشاعر، وظهر بيت البودلوة سليمان الضيف اللي يقود البودلوة، وظهر وعدنا من عمامنا الحيادر أبو هاشم، وعدنا الشيخ علي اللي هم الشيخ أبو عدلان، هذول الناس أهل تقوى وبيت مشيخة ويرفعون الرأس. وظهر عدنا أيضا في الحويجة بيت الأحمد الجاسم اللي هو الشيخ الجاسم الشاعر في الحويجة. وحقيقة كثير من المشايخ والبيوتات، ونخرج إلى سوريا من هذا المقام ومن هذا المنبر نبعث بسلام وترحيب إلى بيت الغنام وإلى بيت الأسعد، ونقول أن بيت الحقيقة بيت يعني عتابة قلت أناني رخصة عبد السبعاوي أنا ماني بس قلت يعني، فباسم سبعاوين العراق أرفع التحية إلى سبعاوين سوريا وإلى بيت الغنام والأسعد. وأقول للغنام هل اليوث لمن عدهم وغنام، أهل صيت وأهل شلف وغنام، هل العز ليناديهم يا غنام. الغنام ينجدون ويردون العدا. وأقول هل ماشك خاطرهم بلسعد، منو تطاح بالضيجة يا لسعد، كف اللوم يا لايم أصعاد، هل يسدون بيام الأصعاب. فسليمان الغنام محمد سليمان الغنام كان أمير، وجدعان المحمد سليمان والآن أبو هشام محمد الجدعان المحمد سليمان الغنام، ولا أنسى عمي محمد الحجي الأمير وحسين الحجي والملا صبري. وإذا أتينا إلى الأسعد، أحمد الأسعد كان أمير وبيرق تشهد له طي وتشهد له جبور، وحميد الأسعد وكل الأسعد وكل الغنام أهلنا. ولا أنسى سلام لأهلنا القرآن باسم العراقيين، أهلنا القرآن أخوت الحدبة في ديار الزور، والشيخ ترك الحاج ونسابهم على الوردي، وأهلنا الجماسة ونسابهم أبو دعاء،
والبو نجم وشيخهم ترك العايش والبو راضي والعرار والبو خضر وأهلنا السبعويين في مصر وحياكم الله. أعزك الله. تسلم 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 وتعيش. أحسب أنه نأخذ فاصل، لكن قبل الفاصل عندنا كلمة للشيخ أبو هاني أهلنا الحميد النايف. نعم. أشهر من نار على علم، معروفين كرم وطيب. يا عم الشيخ أبو هاني مساك الله بالخير، شلونك وشلون أخبارك؟ مسرورين بلقائك حقيقة والقعدة معاك. رسالة توجهها عبر شاشة تراحيب ومنبر تراحيب، إنجاز لي أن أقول منبرا لأنها هي مجالس وهي مضايف حقيقة وقعدات، ومجالسكم يهن مثل ما قال عنها الشاعر، مثل الرياض أنيقة لقد طاب منها الريح واللون والطعم. فحياك الله في برنامج تراحيب، ونسمع منك كلمة في هذا المقام. أي والله، باسمي وباسم قبيلة السبعويين وباسم العيسى الحاج خاصة، نرحب بالجميع، بالأخ فهم الزرزور والأخ أبو عمر والمتمثلين بقناة سامورة الفضائية، فأهلا وسهلا بالجميع. في المضيف أخي الشيخ فارس السبعوي، يا هلا بيكم، يا مرحبا. هلا ولا مهلا، ونعم من الرحمود النايف. تسلم. اي والله، والنعم منك. الله خرس. يعني طبعا حتى الحكي بالتفاطيم، فؤاد ابن فهمي هذا اللي هو الان يعني في البرلمان العراقي، ابو زيد في قسم العلاقات. نعم. من اشهر، والله يا شيخ مقداد، من اشهر يتصل بي ويقول لي ترى قرانا امنه مطمئنه، ولا سجل حلقه وتخلي لك حضور عند السبعويين. والله يعني مثل اللي يعني اقول له ان شاء الله ان شاء الله. جتني رساله قال لي ابن زرزور تجي بالتي هي احسن لو بالتي هي اكشر. قلت له شلون؟ قال طريقك من عندنا. أيه. انت ما تروح على قياره وتعبر المي، طريقك من عندنا. هسه يقضبوا لك الدرب، وخاف تخبر على شيخ بغداد. انا اقول له سلف انت، هذا يعني لا قفل تليفوناتك ثلاث ايام. خاف تخبر على شيخ خضر ما ادري شنو يقفل تليفونات ثلاث ايام. فجزاه الله خير حقيقه، منسق الحلقه واللي احنا جينا معاه له منا الف تحيه وسلام، وحتما راح نرجع عليكم وأيضا نسمع منكم تحية وسلام وترحاب. لكن لهذه الأمسية وللشعر في حصتنا نصيب، أجمل تحية تليق بالشعراء أهل السبعويين الموجودين على رأسهم الكبير عبد الوقاع. مساك الله بالخير يا عبد، حياك الله. راح نسمع منك إن شاء الله، لكن حتى نعرف الشعراء المتواجدين، نهاد ابن فهمي راح نسمع من عنده، والهيبي اللي هو ابن أخت السبعويين، واللي أفتى شيخ مقداد وشيخ خضر قال ابن أخت القوم منهم الهيبي، لكن هو بالأصل سبعاوي. ما شاء الله، الحمد لله. احنا الدار بالدوار السكنة أول شيء، عافية، والمصاب واحد، كنا واحد. صدقت والله. أيضا معنا من أهل اللغة والاختصاص في اللغة العربية، راح نسمع من عندهم اللي هو أستاذ أحمد فريد، ماجستير باللغة العربية. ولعلنا نختم بمسكرة العرب وصاحب الربابة سعد السبعاوي، لكن المخرج أوعز إلي بفاصل يسير. نأخذ هذا الفاصل، وبعد الفاصل نتواصل معاكم لتكملة فقرات برنامج تراحيب في مضايف أهلنا السبعاويين، مضيف الشيخ مقداد الفارس. فابقوا معنا وحياكم الله. ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين، مساكم الله بالخير وحياكم الله في هذه الأمسية الجميلة والرائعة مع أهلنا السبعاويين. بعد أن سمعنا كلمة المشايخ وشيوخنا الكبار واستأنسنا بها حقيقة، أيضا لبرنامج تراحيب ولفقرة الشعر في هذه الأمسية حصة ونصيب. عبد البقاع حاولنا في أكثر من مرة أن يكون ضيفنا في خيمة القصيد، وحاولنا في أكثر من مرة أن نلتقي في مضيف غير هذا المضيف وقعد غير هذا القعدة، لكن تشاء الأقدار أنه نلتقي هنا عند هلو وأمامه وربعه حتى يغرد ويزمجر كما تزمجر بسعود ومعزبنا أيضا. مساك الله بالخير يا عبد الوقاع. بارك الله فيك، نسمع منك ولا محييك. والله بداية أحيي بكم. تعيش. فات فهمي أنت وهذا الجمع الكريم. بارك الله فيك. فأقول يا مرحبا بإعداد ما فرت ويال. الله الله. وإعداد ما بالكون شفنا مطايب. الله الله. وإعداد خط القلم وإعداد ما سال من الرجال دموعه من الحبايب. حبايب الله. وإعداد حسو الكون وإعداد الرمال. وإعداد ما بالكون شيبن وشايب. وإعداد ما بالكون صار من الإعداد، وإعداد ما عديت بتشان صايب. وإعداد ما بالكون صار من الهوال، وإعداد ما عديت بتشان صايب. ولف مرحب صحت بيكم وأهلا، لأنكم للمكارم بيد، وأهلا عيون نشوفكم تنشيد، وهلا بهال الطيب يلبيكم حميد.
نعم منا. وحياكم الله وبياكم. تسلم تسلم تسلم. طبعا العرب يقولون البقال يصيح على ما بخرجه، فتدري شيوخنا وعزوتنا واهلنا لهم حق علينا. عافيه تدري هم اللي يطلعونا من الظلمات الى النور مثل ما نقول. لان كنا بجحيم والله استاذ فهمي ولا يهونون السامعين. فاحييهم بقصيده فاقول حي الابطال اللي لفت دير التسباع. حي الابطال اللي لفت دير التسباع، نطحت البارود طيب الخصايل، جتنا ليوثم به الاحسان ما ضاع من خلفه الطيبين واهل الجمايل. حي الابطال اللي لفت دير التسباع، نطحت البارود طيب الخصايل، جتنا ليوثم به الاحسان ما ضاع من خلفه الطيبين واهل الجمايل. ما رضى يرد الصاحب يكون بالصاع، صاعين ردوا هاك شوف الدلايل، خمدوا بوطن قبل بالطيب للساع مثل العقارب شوف سوء الفعايل. خمدوا بواقن قبل بالطيب للساعة مثل العقارب سود سوء الفعاول، وقطع وذناب حكوا بطوار وقاع ان الحوار العين خصوة الجدايل. تنطر بباع الرموس مش عيط ومعيطة، تنطر بباع الرموس مش عيط ومعيطة، بعنا الغرف بجنان والشوق هايل. قطع وذناب حكوا بطوار وقاع ان الحوار العين خصوة الجدايل. تنطر بباع الرموس وش عيط ومعيطة، بعل القرف بجنان والشوق هايل، ومسحوا دموع ايتام بكت عماليق ترقب بالها سنين والحال مايل. وفتحوا سجون اقفال، وفتحوا سجون اقفال كانت مقاليق في جوفها المهيوب ابن الحمايل. تلك السجون البقت من غير تعليق، قتل ذبح تسليب كل الوسائل، رباه امحى العال ما عد بنيليق، رباه امحى العال ما عد بنيليق، وارفع كريم الشان للطيب شايل. ثم صلاتي عنا بخير توثيق، للرحمة نادى بصوت وابعث رسائل. وحياكم الله وكل الهلا بيكم وسلامتكم وبيت. اما ذكرت بي الشيخ، يعني الشيخ اللي قال هذاك علم وما يروح طاري عن البال، فبيت الاخوان بمصعب ويبلغ لكم السلام. المفروض كان موجود ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الريوح بما لا يشتهي السفن. فيقول البوم صح عشعشت لكن دواعشها، دواعشها وللنخ ولذة وتجي عند الدواعشها. البوم صح عشعشت لكن دواعشها وللنخ ولذة وتجي عند الدواعشها. نشوات صوت الهلاه اللود وعشها ولد احمد السبعي غار وشيلي الغاب، وتاريخ تشهد كنوهم على السبع والغاب. اياك تنعى وتقول الشيخ فارس غاب مقداد قدها وكسر منخر دواعشها، الشيخ قدها وكسر منخر دواعشها. وحياكم الله وبياكم ومرحبا، طبتم مطاب ممشاكم، حياكم يا هلا. نص قصيدك لو عندك منه. والله كل شيء موجود ان شاء الله، ولكن اريد نعطي مجال لاخوتنا حتى اعود نرجع لك تعيش. حياكم الله يا هلا، كل هلا بيكم مرحبا. هذا القعقاع والمعتصم اسود يعني ما شاء الله. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم، يا رب يحفظهم ان شاء الله تعالى ويحميهم ان شاء الله، ينصرهم على القوم الظالمين باذن الله. اسود البيارق يعني والله حكيكم والله الخير. انا قلت الله حيهم. والنعم والنعم. الفوا ذول البيارق يرهب الاعداء ضيهم. الله الله حي اولادهن المال الروي انظام اخيهم. الله حيهم الله حيهم الله حيهم. قصيده طويله تام اخذ من الوقت. الله حي القعقاع. عافيه حيا الله. اسماء يعني حقيقه تليق بالقاده. ما شاء الله ما شاء الله، ولكل انسان من اسمه نصيب. نقول صح الله لسانك يا عبد، تسلم وتعيش ولا نرجع لك. لكن انا معانا بهذا المجلس الهيبي وهو ابن اخت السبعويه. اي والله. ويقول اليوم اريد اتشيه من خوالي. يقول اريد اتشيه من خوالي. اي والله. ابو علي مساك الله بالخير يا ابو علي، شلونك وشلون اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. ايش عندك لخوالك وايش عندك التراحيب وايش عندك لهذا المجلس؟ والله انا بدوي شغل بشول بس. اي والله. فماذا تجود قريحتك يا ابو علي؟ احنا اكثر قصيدنا لمن واحد ينظام، اكثر قصيدنا على العظيم بس. اي والله.
عندي خوالي تقاصدون بيناتهم على الياسين الحسين وجربوع ابو عواد الجربوع. ايه على الياسين بيعتب على قرايبه يقصد زعلان بيزعل من ولده راح. شو يقول على قرايبه؟ يقول الجربوع دز له مكتوب. ايه قال له البارحه عقب العشاء يا ابو الخاتون عين سهرتني ما تبي لذة الانعاس وما نام لينامت عيون اللي ينامون عيني لها على لذة النوم حراس من لام تنعي وعلينا هيسلمون كني غريبة دايحة مالها ساس كنا نسمح لهم يوم علينا يعينون أن تنم مهم العضات الأضراس وكنا نحسبهم بالعصاجي وشوش لقلة الهيبة والرياج يباس واليوم خيرهم قدر شمعون اللي باب الطوب تغدح بها الناس هم وعدوا على قهوة رواز يقعدون وتركوا قيرة الرأس ما أريدهم لولا إبليس يتفل فرعون ولولا الشيعة يترك مقام عباس والثار عند اللي بيده الرزق والكون كم عديم راح حقه ولا جاس قال الله كريم هو الحق عاد يرد له جربوع أبو عواد يقول له بادي بسم الله اللي جاسم الرزق للناس يوم حين العباد ياتون ياتون عارين ما هم حدثوا لباس يا راكب اللي نقرت السلف مضمون وانيت من صنع الجانيس دير ناس سلفي على عيال بش دايد صندوق سكابت للعين عيال خماس عمامه سكابت للعين عيال خماس اسلم وسلم على العود بفراح وشجون وسلم على المسطور بغمة الراس وسلم على قتال العمر محزون قضي دهام الليل بالقلب هوجاس وابو سعد لا تنتبه للي عدل الخط الكريم وطاحت الفاس بالراس اجرك على الله ان كان مضمون اذا لزمت الصبر من غير وسواس ترى الثار ما يحصل بالهون يريد ربع بالمراجل لهم ساس يريد ربع وقت الجراح ما يبالون يوم المذنب بدجه تقول مجباس وان كان ربعك بقهوه الجماعه تراكون فطنه ابو عماش لا عندهم احساس بلا عارك على البدواوي الرقاص عارك على الشوكات واليطربون وادعي ولدك تبوه الخاليه من الباس الله يظهر الحق ويزيح الغبون وحيشاه ما يظلم برين من الناس لان كثير من المظالم حباس وسلامتكم الله 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 اسلم يا ابو علي اسلم يا ابو علي يا جماعه الخير صلوا على النبي كان من المفترض ان يحضر هذا المجلس المبارك ايضا عضو مجلس محافظه اثنين وهو ابن اهم الساده السبعاويين الاستاذ حسن السبعاوي واللي يعني ارسل رساله اعتذار بالوقت الاخير بحكم الانشغالات وان شاء الله يا رب يكون المانع خير فلعله من دواعي السرور والمحبه ان نلتقي بالاستاذ ايضا اركان العقل عضو المجلس البلدي لناحيه القياره وهو ايضا من اهم الساده السبعاويين وحضر هذا المجلس المبارك ولعله اذا يعني الوقت يقول لك احنا يعني نريد نسمع اليوم من مشايخنا واساتذتنا اذا سنح الوقت حتى ايضا تكون له كلمه لكن اليوم الشعر والحديث والقصيد وسوالف اهم السبعويين هذا السوالف الحلوه اللي يشاركون البرنامج لاول مره وهذه الامسيه الجميله نلتقي به الاخ نهاد الفهمي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بكم حياك الله يا نهاد ومساك الله بالخير الله بالخير ايها لك انت لو فؤاد فؤاد اكبر فؤاد بين اكبر منه ها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحييكم وبارك الله بكم ونشكركم طبتم وطاب ممشاكم استاذ فهم الزرزور تسلم برنامج تراحيب قناه سامراء اهلا وسهلا بكم الشيخ ابو عمر حياك الله اهلا وسهلا بك خضر الفرحان العباوي عزوتنا وقدوتنا وفخرنا مرحبا بكم اهلا وسهلا باسم بيت الفارس العلي وباسم بيت النايف العلي هذه البيوت العواميد المعطاء التي يشهد لها القاصي والداني بتقديم الشهداء التي قدمت من خيرة أبناء العشيرة قدمت الشيخ فارس وقدمت الشيخ حسين العزاوي الذين كانوا يتسابقون في خدمة هذه العشيرة باسم هذه البيوت أحيي أهلي الحيادرة أحيي أهلي الموسى أحيي أهلي البودلوة العلي أحيي أهلي الجاسم الشاعر أحيي أبناء قبيلة السبعاويين في سوريا وفي جميع بلاد العالم أينما كانوا الآن هم ذهبوا حتى إلى أوروبا وصلوا من هذه القناة أحييهم ولا أريد أن أطيل عليكم
للشيخ حق علينا الذي أراق بدمه من أجل أن نجلس هذه الجلسة الجميلة، وقدم الغالي والنفيس الشيخ فارس، فله منا يستحق الكثير. ولكن نختصر الوقت بذكر أبيات له. أحسنت أحسنت. البيت الزهير يقول: يا فارس جواد دلين الدرب تاجلك، يرحم على الشيوخ وكرام النفس تاجلك، لو يرحم فديك برواح الولد تاجلك، عبرات روحي عليكم شيخ نولفوه، ويا حيف الانجاس الدواعش باقوا ليل نولفوه، الموت قبلك لف العفنين ما لفوه، الموت قبلك لف العفنين ما لفوه، يدريك تاويه يا ابن المرجله تاجلك، يدريك تاويه يا ابن المرجله تاجلك، ويا بوب الدار حزنك علي تقدار، هل وديارهم شو صفت تقدر، يا حاد العيس اذا وياك تقدر تجيب من الغوالي حفن تتراب، ويا بوب الدار من شالوا طفلهم ضوى ولا صار بدروبش طفلهم، متى ما عادوا احبابي طفل ام نعيد بيج ونسولف سوى. وبيات العتابه الشوق الى ان الذين فارقونا 3 سنوات عندما كنا في القريه ونرى قسم نرى قبورهم وقسم نرى دورهم مهدمه، اقول فيها بمحار ديارهم اثار خلنا عضاي وما نفعني بيوم خلن، يا خل دموع من فرقاك خلنا دروب ان من سود من الغثه، وبمحار ديارهم الشوك باني وعلى الفوقاه لابن اللحد باني، عرفنا ابن الحمول الزين باني وبان الشين وفعال الخراب، بمحار ديارهم تربان دم نثر جدمل على الحلان دما، يخل دموع من فرقاك دم زياجي وذاب قلبي من السنة. وإلى أهلي السبعويين عموما أقول: هل ما قابلوا داعش بالرباع ولا باعوا صوانيهم بالرباع، عليهم تسكن عليهم تسأل الساكن بالرباع، خناجرهم هل بصدر العدة، وهل نلقى الدخيل وبيت للخام، هذا الجدنا وقاد الخام، هل نلقى الدخيل وبيت للخام، أحرق الخام مضيوف والنعم فسموه وقاد الخام، فقول: هل نلقى الدخيل وبيت للخام، وهل ما تبعوا بس خام والخام الدواعش، هل ما طفت نار لهم والخام احرقوه بليل فارس وتشمه، وهل هل بالعلم والفطره هل دلال، وهل ايام العسر والهم هل دلال، هل ما طفت نار لهم هل دلال تفوح سنين من حر السنه، وسلامتكم والله محييكم واهلا وسهلا بكم. تعيش تعيش طفلهم لك؟ ها؟ طفلهم لا منقول هذا صدام السحر. نعم. جزاك الله خير صدام حتى بغيابه حاضر. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا جماعة الخير، أيضا معنا في هذه الأمسية الجميلة الأستاذ أحمد فريد ماجستير باللغة العربية، وإحنا اليوم هذه اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة إن شاء الله تعالى، محبتنا لها يعني من محبة يعني كتاب الله عز وجل، وأنها لغة العرب، وأن العرب إن شاء الله سوف تكون لهم يعني حصة ومقام. أستاذ فريد مساك الله بالخير، حدثنا عن اللغة العربية وأنت ماجستير إن شاء الله، فماذا عندك من خواطر ورسائل؟ بادئ لبدء الله محييكم ويا مرحبا بكم ضيف الشيخ فاصل عبد الله الفاصل على البرتو، ويا مرحبا بكم من هناك ليه جاي، يا اهلا وسهلا بكم. بداية الرواية العربية لا سيما عند ابناء الريف في العراق اكثر مواضيعها تتحدث عن الحرب، لان تلك الحروب التي تركت في الذاكرة ندوبات مرة ومرهقة. ارتأيت إلى أن أكتب رواية موضوعها فلسفيا أكاديمي بحت، واسمها أوروك تخرج كالعنقاء من بين الرماد. أوروك الاسم القديم للعراق. أهديكم المقطع الأول من الرواية.
يعني رواية مؤلفة كاملة؟ نعم مطبوعة؟ والله على قيد الطباعة إن شاء الله. جميل إن شاء الله. اللهم يعني جميل إن شاء الله. لا تفلسنا من نسخة بالشيخ شيخ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إيه بعد الأيديولوجية التي حدثت في العراق وهذا الفكر الخبيث النجس الذي احتل بلدنا هو فكرا قبل أن يكون جسدا، ارتأيت أن أكتب هذه الرواية أوروكو تخرج كالعنقاء من بين الرماد. أقول في بدايتها: الجذر التربيعي لابتسامتي صنارة تقلع شفاهي، مرة أخرى الريح تعصف العقل، تفتح النوافذ، يدخله غبار السنين، أركض جاهدا لأنفض تلك الغبار، ينقشط الحلم من الذاكرة، يرتد صدى الأيام، تنفك سر اللعبة، تتغير المبادئ لحظة احتدام النقاش، والدليل إسلام عمر. في تلك المدينة التي يلفها السواد من كل جانب، وجه جميل تدلى لي في أعلى الجدار يذكرني بتلك القرية التي طمرت على ضفاف دجلة كسوار من ذهب أو كآثار اختفت عن الوجود. في الحقيقة هذه ثيمة الرواية وموضوعها الأصل هو عن الحرب. يسافر شاهين في هذه الرواية، فعندما يسافر يأتي ويرجع ولا يجد شيئا، فيجد صوفي في يعني يستغل في أحد جوار حائط فيقول: أوه مدد يا أبو البركات مدد، شاهين سافر رجع كل شيء مالقي. يرجع إلى تلك القرية، رائحة البيوت الطينية، الخباز يتسلق على الجدران، الحيوانات تجتر أكلها بتكاسل. أذكر أن في تلك القرية عجوزا في دارها عندما كنت طفلا يلاعبها الأطفال ويمازحونها، لا أدري أنها مصابة بالزهايمر. فعندما علمت بتلك ذهبت إليها لأراها بعد حين من وقتها، ووجدتها أنها قد ماتت، وسألت عليها قالوا لي أنها قد ماتت وتركت في حقول القمح جثة متفسخة هجرها أولادها. في الحقيقة هذه يعني ثيمة الرواية الأصيلة، وأن اللغة العربية هي لغتنا الأم، وأنها تنطوي على جانب فلسفي كبير يغور في أعماق اللغة وفي فكرها الأيديولوجي. وشكرا. ما شاء الله جزاك الله خير أستاذ. يعني أنت أستاذ ماجستير في اللغة العربية أعرف، ولكن هل في التعليم العالي في وزارة التربية حاليا بعد يعني إلى الآن يعني إيه والله على تعيين إلى الآن؟ نعم شيخ بغداد هذا الريد منكم، هذا أسطورة ما شاء الله. ما شاء الله أي والله ما شاء الله جزاك الله خير. جزاك كثير ما شاء الله. الله كريم الله كريم الله 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 الله. المخرج دائما نحن يا نتخارب مشكله الوقت، قلنا تبوق الوقت اي والله. وهذه المجالس الطيبه لم يكن فيها من العيب سوى انها مرت كلمح البصري حتى يكون مسك الختام شيخنا واستاذنا شيخ مقداد. لكن احب اسال شيخ حضر في دقائق عجله على نخوه السبعويين، فما هي نخوه السبعويين يا شيخ؟ حياك الله. نخوه السبعويين العامه عيال السبع او اسبع، ولكن نخوة شللة في العراق أو سبعوين العراق هي أولاد الحاج. الله. نسبة إلى الحاج عبد الله. وأنا حقيقة أذكر بيوت الكرم والعز والطيب، وأرحب بها من هذا المكان، مو نسيناها ولكن جعلناها خاتمة، والعرب تقول التالي رب عالي. الله مثل الله. بيت محمد السلام شعيفات، وبيت السالم الغريب اللي هم محطة بين أهل الحويجة وأهل كركوك، بيت كرم، وأهلنا الكرارشة وشيخ عبد الجبار الكردوشي في المواصل، وأهلنا البوشارب الغرب والزلة والشامل، وحي الله كل السبعوين وحياك الله عند السبعوين. تعيش 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 شيخنا العزيز شيخ مقداد على كثرة مشاغلك. احنا اليوم حقيقة مشكورين وممتنين لك على هذا الاستضافة في دقيقة أو دقيقتين برنامج ترحب اليوم مضايفكم. فماذا تحب أن توجه من رسالة لهلك العراقيين بشكل عام؟ حياك الله وحيا الله من العراقيين، ندعو الله أن يعم السلام على هذا البلد.
اللهم امين ويشفي عن شر الويلات. اللهم امين ورحب بكم مره ثانيه ويسفنا ان الوقت مر. اي والله اي والله ها مقتل المحبين دائما انتم اعزاز علينا اليوم شرفتونا بضيافتكم اللي جيت وضيفكم ضيف السادة السبعاويين تسلم لكن هذا وقتنا مر علينا بسريع. اي والله وان شاء الله هذا لقاءات ان شاء الله تتكرر ان شاء الله تتكرر مثل ما قال لك فؤاد. احنا الله الله عرفناك وعرفنا طيبتك وعرفنا طيبة القناة هذه ان شاء الله نقضب لك الطريق. الله بارك الله فيك والنعم حياكم الله حياكم حياكم الله فعلا مثل ما قال خال ابو يعرب تعاد لحلاوتها ان شاء الله تعاد لحلاوتها. اذا بهذه الكلمات الجميلة وهذه الرسالة وهذا الترحاب الذي وجهه الشيخ خضر العباوي عن نخوة السبعاويين والشيخ مقداد بعد ان رحب بنا وبكل اهله العراقيين في هذا المضيف العامر أحسب أن دقائق البرنامج فعلا قد انتهت. كنت أتمنى والله أن أسمع القصيد أيضا من أخوي عبد الوقاع ومن أبو علي الهيبي لكن بيني وبين المخرج يعني قصة وعتاب. ما تبقى من الوقت مع صاحب مسكرة العرب سعد السبعاوي الذي يشاركنا الربابة لأول مرة ويهديها لكل أهل السبعاويين بالعراق والوطن العربي والعالم. يلا يا سعد. غياب الناس عاد وبس علي غياب الناس عادوا يا بغياب الناس عادوا بس علي وثلاث طروش ما هم بس علي يا با لا يجب عنياي بس يهلي على حباب الغداء وتحت الثرى والعاد منك يا ابو زرزور العين معد تنام ما يولي يا باف يا باف يا با يا با حقبك يا غالي سبعة زلم من نصر حتم النصر طبعا اهداء اخونا ابو ضياء فارس القوافي للشيخ البني سبعة زلم من نصر حتم النصر ما بيها رجع الورى عن الموت او عن النصر صولات الهم شبه صولات جرف النصر ببحر المعارك ولا كنك فارسنا فارسنا فارس ولا فارس كفارسنا نبقى بيارق على منهاج فارسنا أن نزف دم لجل أهل بقرايا النصر سلامة السامعين على النوب دواب عليه دواب عليه أول يا يما 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 نانان أول يا يما الدنيا دولاب دوار بهله أخذت عقاله وخلت جهله المجالية المجالية المجالي وين اهلها
يا حسرتي سارة وتحت الثرى والعاد ترق عودي بجمال من مستحات الناس امي واللي ولي يا ابوي ولي ابوي يا البعود مجال رجل فعل الرذايل يستحيهن والاصول ان كان ماتن يستحيها الرقم فرعون كافر يستحيها والدواعش ذبحوا حتى النساء وعقلك مو فرد يوزن وزنجير طبعا ربطار انت الشيخ التاكي مع المي ولا ما يصعد هو فكتبت هذا البيت هدية له تغشوا فقلت عقلك مو فرد يوزن وزنجيل عن بحبالهم جولك وزنجيل إلك مو بيتعال اكتب وزنجيل مسطر بيوت بدمان الزكية مسطر بيوت بدمان الزكية سلامتكم حياكم الله وبياكم هز هز يا لحذو انفوض ترابيك تعزاز يا لحذو تعزز يا لحذو الفواض ترابيك عزيز القلب والنايم ترابيك واللي فان العيد يا واللي فان العيد يا بوف 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 يا بوف والعين لفان العيد وعيواني ترابيك عايدنا الخلق بس انتوب ترحيب 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 لهجة